مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم وحوار اليوم فيما يعد اكبر برنامج اعاده تشجير في العالم. اطلق ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مبادرتين هما سعوديه خضراء وشرق اوسط اخضر. المبادرتان تهدف لزراعه 10 مليارات شجره بالمملكه خلال العقود القادمه، فضلا عن التعاون مع الدول العربية لزراعة 40 مليار شجرة أخرى، وذلك لخفض انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي. من جانبها رحبت مصر بالمبادرة وأعربت عن تطلعها إلى المشاركة الفعالة مع المملكة في تفعيل وتنفيذ المبادرة على نحو يساهم في دعم العمل البيئي في الشرق الأوسط. حول مبادرة شرق أوسط أخضر والتحديات البيئية التي تواجه المنطقة تدور حلقتنا النهاردة، وأسعد أن يكون معي ضيفي الكبير الدكتور محمد كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر وكبير مستشاري الطاقة بالصندوق العالمي للتنمية بالأمم المتحدة، رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية. كلها حاجات مهمة جدا يا دكتور. أنا شايف أن المزاح. خلينا نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نفتح هذا الحوار فيما يخص مبادرة ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان فيما يعرف بشرق أوسط أخضر بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. في خطوة جادة لمواجهة التحديات البيئية التي تحيط بمنطقتنا العربية، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مبادرتي الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء، اللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية. المبادرتان تهدفان إلى زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة فيما يعد أكبر برنامج تشجير في العالم، وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل. وتعمل المبادرتان على دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ من خلال رفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي والحفاظ على الحياة البحرية. مبادرة شرق أوسط أخضر لاقت ترحيبا عربيا واسعا، حيث أعربت الدول العربية عن رغبتها في المشاركة بالمبادرة لمواجهة التحديات التي تشكل تهديدا اقتصاديا للمنطقة مثل التصحر، ومن أجل الحفاظ على التوازن البيئي وضمان غد أفضل للأجيال القادمة. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا، مرة ثانية برحب بضيفي الكبير الدكتور محمد كفافي. دكتور خليني في البداية يعني اتكلم عن اهمية هذه المبادرة واهدافها في هذا التوقيت بالذات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المبادرة دي مبادرة هامة جدا وتأخرنا فيها كثيرا، طبعا احيي المتخذ القرار الحكومة السعودية وموافقة القيادة السياسية المصرية بالمشاركة في هذه المبادرة، وهذا أعلن رسميا أمس تقريبا عن إطلاق هذه المبادرة، وفيها يتم عمل قمة عربية يدعو فيها الدول ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية للمشاركة في تفعيل هذه المبادرة. دي أحد أليات تفعيل المبادرة. الفكرة عايزين نوضح للسادة المشاهدين هو إيه الموضوع، بدايته منين، ما هو وراء هذه الموضوع. جميل. مشكلة المنطقة العربية بالأخص مصر، السعودية، اليمن أقل دول نصيبا عدد الأشجار بالنسبة للفرد. يعني لو شفنا العالم كله بيتصنف، في دول مصنفة نصيب الفرد أكثر من 1000 شجرة، دول الفرد الواحد نصيب الفرد أكثر من 1000 شجرة، فوق ال 1000 شجرة كمان. وفي دول أخرى بتصنف من بين 1500 شجرة للفرد، وفي من 500 ل 250 ومن 250 لواحد، وفي أقل من 1 شجرة. التلات دول اللي قلت حضراتكم عليها اللي هي السعوديه واليمن ومصر وطبعا ليبيا كمان، للاسف نصيب الفرد فيها اقل من شجره. ده ممكن يكون راجع يا دكتور لعوامل بيئيه، عوامل خاصه بندره المياه.
مش نقطة ده فقط، احنا برضو للأسف ما عندناش إيمان بأهمية الشجر. التخدير عندنا ثقافة ووعي، هي دي مشكلة. عادي جدا ممكن أحد يشيل، يقول لك المشكلة يشيل الشجرة، تعرف يعني حاجات كتير بيحصل كده جدا جدا، عايز يوسع طريق، عايز يشيل جزيرة، عايز يظبط، فبيشيل أي حاجة. قتل الأشجار عندنا موضوع يعني احنا مش، ويمكن في العربية مش عندي، طبعا أنت عارف شفت اللي عاش في أوروبا برا، فكرة قتل الشجرة ده كان زي تجر بني آدم كده، كان عايز حكم إعدام، فده محتاج إجراءات. إنما عندنا طبعا سهل جدا نقطعها ولا فيش أي عقاب، للأسف ما عندناش أهمية للموضوع، في حين المشكلة عندنا خطيرة جدا. نحن عندنا برضو نفس، فطبعا الشجر أهم حاجة يسموه حتى اللي هو بلوعات الكربون، ثاني أكسيد الكربون والأكسجين والنتح وعمليات كتير بالظبط، يعني بيمتص. أنت النهارده عمال تدق أكسيد الكربون، لأن مشكلة المنطقة العربية برضه الموضوع سنفتح على بعضه. الطاقة، ما هو الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة مع بعض، كله بيفتح كله بيتكامل مع بعضه عشان يقدر يدي حق استمرارية الحياة. المشكلة الاقتصاد عندنا كله قائم على طاقة احفورية، يعني غاز، فحم، زيت او نفط يعني، و يعني تقريبا كل المواد بتمثل قد ايه، اكتر من 90% من مصادر الطاقة في الدول العربية كلها. وبالتالي عندنا اهلاك رهيب او بث رهيب من ثاني اكسيد الكربون يوميا. يعني تخيل مثلا مصر، احنا بنسالك في اليوم او في الساعه 80 مليون طن، 80 مليون طن وقود، دول تقريبا بيحرقوا لهم 15 يعني الطن الواحد بياخد 15 طن هواء، فانت بتتكلم في اكتر من مليار طن هواء سنويا. ارقام مهوله، بنوديهم في ما يمتصوش، انت ما عندكش غابات شجريه. فبالتالي فكره الشجر هنا اصبحت برضه، يعني اقول برضه ان مسائل الاشتراطات البيئيه للمصانع برضه فيها مشكله، يعني هي فكره فلاتر ومن ناحيه طبعا لا، وحتى فكره هو النظام الاقتصادي كله، عشان كده حتى كده شفت المحاكاه، شفت الانترودكشن كده فيها اللي هو فكره الشرق الاوسط الجديد، الشرق الاوسط الاخضر. برضه فالصناعه اطلاقا تزيد بدل مدى تحترم، فكره كويس جدا، يا ريت يحققوه بنسبه كبيره. وبدأ بقى ده بين فرصه من هذا المنبر، بس اذا كان اثيوبيا من عدة سنوات، يمكن 3 سنين ولا حاجة، زرعت 300 مليون شجرة في يوم واحد، دخلت موزعة الجينيس، حطمت الرقم اللي قبلها اللي هو كان الهند عامل 50 مليون شجرة في يوم واحد. البرازيل والأرجنتين في اتجاه عالمي، ما بقول لحضرتك يعني فكرة اللي هو بيعوض طبعا، لأن احنا مشكلة طبعا التصحر وكده، تعرف حضرتك التلوث البيئي لوحده اللي احنا بندمره بإيدينا بيقتل سنويا 7 مليون، تلوث الهواء فقط 7 مليون مواطن على مستوى العالم. احنا خايفين من الكورونا اللي بتموت مليون 2 مليون، الهواء اللي بنلوثه بإيدينا مينيمم 7 مليون سنويا. يمكن التمهيد ده مهم جدا، يعني زي ما ذكر دكتور محمد في مساله ان احنا عندنا زي ما يكون عندنا عجز مائي، في عجز عندنا في مساله الخضره والخضار يعني. لكن دكتور خليني برضو هربط سريعا في مساله الشرق الاوسط او الاخضر، ومساله ان مصر كانت ممثله لافريقيا في مؤتمر المناخ في باريس اثناء تولي مصر رئاسه الاتحاد الافريقي، وهربط كمان مساله خروج ترامب من برضه مساله المناخ، وبايدن وعوده الاداره الديمقراطيه بايدن للمؤسسات دوليه كانت انسحبت منها اداره ترامب بما فيها مساله المناخ. هل ده يعتبر يعني نقدر نقول انه في نفس السياق؟ بس فضل كورونا علمتها درس مهم جدا، ان البيئه لما كنا بنتكلم في، حتى الامريكان نفسهم كانوا قاعدين فترات كتيره حتى من قبل ترامب، كانوا واخدين الامريكان كان اكتر دوله، اكتر رغم انها اكثر دوله مروسه للعالم، بعدها الصين بالتاكيد اكبر دوله صناعيه، بعدها الصين اكتر دولتين مروسين للعالم، كانت منها امريكا بترفض حتى توقيع اتفاقيه المناخ. فبالتالي هنا المشكله ان فكر، لان للاسف في مفهوم ان التقيد بالنظام الجرين او نظام الشروط البيئيه هيعطل نمو الاقتصادي. دي طبعا فكر سياسي ما كانش صحيح عالميا بلا شك. الكورونا علمت درس مهم جدا، ان خلي بالك من حاجه بقى، الحديث عن البيئه اصبح حياه او موت. ليه؟ الدراسات الحديثه كلها اثبتت ان الانسان، الكورونا مش جديده، بل بالعكس هو اللي حصل ان الانسان جهازه المناعي ضعف نتيجه التلوث البيئي العالي، فجهاز المناعه ضعف بالتاكيد، فبالتالي اصبحنا سهل جدا اصابتنا بالفيروس. حتى كل نظم البروتوكولات العلاجيه والترند الجديد كله ايه؟ كلها بتقول لك بي 12 والشمس والهواء اللي هو معناه ايه؟ قوي المناعه وحسن المناخ. تمام. فاذا البيئه النهارده اصبحت حياه او موت، فبالتالي الناس درس ده اهم درس لكورونا، عشان كده بدات فوق قال لك لا، الموضوع هذا مش مجرد، مش لكجري، مش رفاهيه، ده عشان الناس تستمر تعيش في معرفتنا.
يا اما هنفنى يا اما الناس صحتها ضعيفه ومريضه ونخسر مليارات سنويا على الصحه. تمام دكتور، خلينا اتكلم ان المبادره هنا مبادره يعني محموده يعني من سمو ولي العهد الملكي الامير محمد بن سلمان، ولكن هنا عايز اتكلم على اليات تنفيذ هذه المبادره. وهنا خلينا يعني اخذ ان هناك مبادرات حتى على مستوى الدوله المصريه، ازرع شجره امام بيتك، في بعض الطرق وبعض المحافظات كانت تتولى مساله ازرع نخله وازرع، كله في الاخر يعني اسمح لي ما بيحصلش يعني. وهنا اتحدث عن اليات تنفيذ هذه المبادره. من واضح حضرتك اليات زي حضرتك في الاول، هو هيتعمل اجتماع على مستوى دول وهتشارك فيه الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وطبعا دي مثلث التقدم، وطبعا واضح هيترصد لها ميزانيه كبيره جدا او موازنه عاليه بالمليارات، ودي فوق ان شاء الله تكون فرصه جيده لعمل نوع من الانتعاش الاقتصادي في مصر. احنا برضه اكيد هنبنى من هذه المشروع جانب كويس، بجانب لان اقرب دوله حاليا لمصر هي السعوديه حتى استراتيجيا، فبالتالي وبالتالي ان شاء الله يبقى الموضوع هنا مفيد. ده اهم اليه التنفيذ. طبعا هذا التعاون حضرتك دايما بيقول يا جماعه اذا عايزين ننجح اي سيستم او اي مشروعات او مبادرات لازم نشتغل بمثلث معين، قياده حكومه قطاع خاص مجتمع مدني. ده مثلث التنميه، ايه المثلث الذهبي للتنميه المستدامه. فده اساس اليات التنفيذ. والاهم من كده برضه دي فرصه حقيقه من هذا المنبر، قصه الشجر ارقام شبه المليارات. طب يعني حتى حققنا 10% منها، مش عيب ان الواحد يحط ارقام طموحه اولى مثلا او بادره خير. دايما جميل ان الواحد يحط ارقام طموحه جدا. صح، لو حققنا 10% انجاز. بحط احنا محتاجين بس في مصر عشان نرفع من اقل من واحد شجره الى الرينج الثاني اللي هو من 250 لواحد، محتاجين 300 مليون شجره. وده رقم مش صعب. السؤال الاهم والسؤال كذلك عايز نفس الرقم تقريبا. طيب الحل النهارده هنجيب المايه منين؟ احنا فده مهم. فده بيقول هذا المنبر وما ينفعش الري حاجتين، لازم في نظام ري. اول حاجه الري ملناش مصدر غير النهارده الصرف الصحي عشان اشجر، لان النهارده ما اروحش اجيب ميه بحر او ميه عذبه واروح اعمل بيها نظام الري. طبعا ده بقى اهدار كبير جدا، لا يبقى خليه بقى الزراعه الغذائيه افضل. انا غير عايز اشجر بمجرد انا عايز اعمل منطقه جرين، ان شاء الله زي ما بنقول احنا ما عندناش غابات خضراء. بعد كده المشكله بقى كلام ونظم الري، لازم تبقى المنطق بيقول مش هو بيتكلم على نظم ري على نظام اخضر، يبقى لازم ده كلام نظم الري خضراء اللي هو نظم ري تشتغل بيه الطاقه الشمسيه. يبقى ده من اهم الحاجات ناخد بالنا منها. عايزين نستخدم احنا عندنا ما شاء الله الصرف الصحي بيتجاوز الخمس ستة مليار متر مكعب سنويا، نقدر نعمل بيه مساحات رهيبه اذا تم احسن اعاده تدويره وتجميعه، وكمان بنقدر نطلع منه غاز، لان يعني منظومه الويست انرجي ده مهم جدا، يقدر يطلع منه غاز. المتر المكعب صرف صحي يقدر يديني 20 30 متر مكعب غاز، يقدر يطلع منه ميه اروي بيها الارض بعد تحليته وكده، اعاده تدويره، وطلع منه سلادج كمان اللي هو سماد اقدر اسمد بيه الارض. تمام. الكلام ده يوجه للمناطق الشجريه دي، سواء عندنا في السعوديه شجره بصراحه عشان ده اول اليه زعقه، اجيب بقى مش هجيب بقى عزب اذا كان عندنا الميه مش مكفيه الزراعه والشرب طبعا، ومش هروح احل ميه البحر عشان يبقى طبعا تكلفه مش منطقيه. فالحل الوحيد حاليا هو استخدام الطاقه الشمسيه وبالميه الصرف الصحي. ما كفيش الصرف الصحي، هقدر بمصدر الطاقه الشمسيه اعمل تحليه لميه البحر اللي هي زي الشجره. هو برضه الحق المبادره كانت واضحه، قلت لك ايه؟ احنا اول ثلاث سنين هنسقي او هنتم ري هذه الاشجار بالري، ثم هنطرقها على كده بالامطار هتكمل حياتها. ممكن برضه يعني عايز اتكلم ان هناك مراكز بحوث كثيره جدا قادره على يعني انتاج سلالات خاصه بهذه المبادره. خليني دكتور كنت حتى ببص دلوقتي وبتاكد، كان في بعض الدول يعني انتج يعني اخذت المبادره ويعني مش عايز اقول جودتها، ولكن كان في شجر مثمر فاصبح يعني طبعا طبعا يعني حياه مثمره يعني. ده مش بلاحظ كده بقى لما نقدر نوفر مياه صالحه للزراعه. وبرضه عايز نفتح بقى سكوب المبادره شويه، الموضوع مش شجر بس يا جماعه، برضه عشان ابقى صراحه، احنا عندنا يعني مشكله كبيره جدا في المنطقه العربيه وهي عدم وجود التوازن البيئي. يعني ايه؟ المنطقه العربيه تستهلك موارد ضعف ما تستطيع اعاده انتاج الانظمه الطبيعيه، يعني ربنا خلق لنا نظام طبيعي من مياه لبترول لهواء لغذاء، احنا بنستهلك ضعفه. وبالتالي مواردنا في تناقص. احنا عايزين نرجع تاني للتوازن الطبيعي. يعني ايه التوازن الطبيعي او التوازن البيئي؟ ان يبقى ما انتجه الطبيعه استهلكه فقط.
هي ده اقصى طموحات النظام الاخضر على فكره. واحنا ايه المشكله عندنا؟ ان احنا ورده في تناقص على الشكل والاستخدامات في او في التزايد. وده يتاتى ازاي؟ اول حاجه جميع المشروعات القادمه هتبقى لو كربون، يعني منخفض الكربون. بالمناسبه معلومه خطيره فوق، يعني حديثا رئيس الصين اعلن ان هم خلال 30 سنه هيبقوا صناعاته دي اكبر دايره في العالم ملوثها بالنسبه لاسباب يعني عليهم بينفذوه يعني يبقى يطمعوا صفر كربون. تخيل دوله صناعيه زي الصين هتبقى صفر كربون، يعني جميع انشطه الصناعيه العملاقه دي ملهاش انبعاثات كربون. تمام. شايف اتجاه العالم رايح فين؟ تمام. خلينا اربط بقى ما بين يعني مبادره مبادره مصريه يعني اطلقت من وزاره البيئه اتحضر للاخضر، وربطها ما بين هذه المبادره الكريمه لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان. حقيقه الاثنين زي بعض بيكملوا بعض او يبقى في ماتشنج بينهم، بس على الحق نقول مصر هي ليها السبق في هذا الفكر، طرح مبادره التحضر الاخضر. ولكن المبادره دي بقى مبادره سمو محمد بن سلمان اكثر دقه، يمكن احنا كنا شغالين على الوعي، هو مش عايز يشتغل على الوعي كمان يعني. طبعا لا، هو كمان فكره، هي مش احنا التحضر الاخضر في الغرب منها توعيه المجتمع، انما هنا مش عايز وعي، هو هنا حاطط نقط واضحه تشجير، عايز يعني من ضمن حاجات تانية عايز يتحول، هو لا طاقة متجددة عنده تمثل 3% فقط، عايز خلال 10 سنين يوصل ل 50% طاقة متجددة. رياح وشمس. واخد بال حضرتك؟ فطبعا دي ارقام مهمة جدا جدا. عايز يحسن كفاءة الاستخدام، يعظم كفاءة، فطبعا دي من ضمن المشروعات اللي تعتبر تخليك لا اللي جاي محتاجين وعدد ده ايه؟ مين اللي بيتكلم؟ اكبر دوله في العالم عندها احتياطي استراتيجي من النفط، ده يوريك ان العالم الخريطه القادمه بتنقلب. الموضوع هم على فكره مش ماشيين مع الموضه، هي الناس شافت رؤيه ان الاقتصاد القادم مش هيبقى اقتصاد بترولي، الغنى والقوه الاقتصاديه ليس اللي عنده ذهب وبترول، لا ده اللي عنده طاقه متجدده وعنده تكنولوجيا حديثه وعنده نهى وعنده بحث ويحتفظ بمقدراته للاجيال القادمه. أيوة. حضرتك الجاب اللي ما بين الاستهلاك هو اللي عارف يستمر، مشكله لان في السرفايفل النهارده على فكره دلوقتي بنصارع لاجل البقاء مش اجل رفاهيه الحياه على فكره، هي يعني عشان بس نحافظ على السيستم الموجود ده، مش سهل. لا بعد كورونا يعني كلنا بنتمنى نفضل كده. خليني دكتور اتكلم هنا على مساله المدن الخضراء، وعندنا مثال يعني مدينه السلام، مدينه شرم الشيخ باعتبارها احد المدن الخضراء، ولما بنشوف شرم الشيخ بنسعد بيها يعني. عايز اربط ما بين مساله المدن الخضراء وكيفيه تعميم هذه التجربه ومدينه شرم الشيخ كمثال، ومساله المدن الذكيه والجيل الجديد من المدن زي العالمين، زي العاصمه الاداريه، ازاي تكون حتى مش عايز اقول بدايه ولكن كمرحلة أولى لهذه المبادرة. طيب المدن الخضراء هي الجيل أو المدن الذكية هي الجيل الذي يلي المدن الخضراء، المدن الخضراء اللي يقصد بيها هي مدن بتراعي البعد البيئي، بتقلل انبعاثاتها بقدر الإمكان، سواء بقى بتستعتمد على الطاقة الشمسية مش كل مش 100% طاقة كهربائية تقليدية، الصرف الصحي وعلى التدوير، في نسبة الزراعات بتراعي فيها ما يبقاش كلها مباني خرسانية، يعني الزراعة لا تقل عن نص المساحة والنص الآخر مباني، يعني فيها اعتبارات كتير جدا. كلمة سمارت أو ذكي معناها إن أنا أدخلت فيها تكنولوجيا المعلومات جديدة الرقمية بقى، ومش كده بس، وبدأ في أكشن. يعني حتى إيه الفرق بين النظام الإلكتروني والنظام السمارت أو الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية؟ الحكومة الإلكترونية عشان برضه حابب أشرح، الحكومة الإلكترونية أقصد بيها أنا بحول معاملاتي زي بدل ما أدفع كاش بدفع بجهاز الـ ATM، بدل ما ببعت فاكس ببعت إيميل، ده اسمه مسألة بقى البيروقراطية وال أيوة، بس ده إلكتروني. أما النظام الذكي إن بدأ جزء بقى سيستم ياخد أكشن، يعني تبدا تفاعلي ان يبدا في رايح جاي، انا مش بس عمال احاول الكتروني بس، لا ده انا بلم معلومات بيطلع بيانات باخد فيها قرارات. تمام. هي دي المدن الذكيه، ان المدن بقت تدار بطريقه مش مجرد لا ده انا مثلا بشوف الترافيك في المنطقه دي بيحصل الساعه كام، اقوم مغير مواعيد العمل، اشوف هنا نسبه استهلاك الطاقه عاليه ليه، اقوم مغير سلوك الاستهلاك هنا وهكذا. هو ده اسمه سمارت سيستم، بس طبعا ده مبني على ايه؟ نظام اخضر متكامل معه نظام تكنولوجيا معلومات. وده اللي حاول تاخد بالها استوعبته وخدت بالها منه في بناء العاصمه الاداريه الجديده، وبدات تاخد بالها في العالمين الجديد. بدا فعلا فيلم المدن الذكيه المستدامه او المدن الذكيه الخضراء. تمام. خليني اتكلم على، وانا بتكلم على الاقتصاد الاخضر،
برضو لان الاقتصاد الاخضر دكتور معلش برضو اخد توضيح من حضرتك، هل الاقتصاد الاخضر مرتبط بكل ما هو يعني مش عايز اقول ايجابي للبيئه، فيبقى الاقتصاد الاخضر مرتبط بالتشجير الاخضر مرتبط بالطاقه المتجدده خاصه التجربه المصريه في الطاقه المتجدده، عندنا اكبر محطة طاقة شمسية في بنبان في أسوان، وعندنا في إتكو تقريبا أو في منطقة تانية طبعاً. يعني أتكلم على هذه التجارب كمرحلة أولى والربط ما بين بقى مسألة اقتصاد أخضر وطاقة متجددة خضراء. هو كل حاجة كان في ده، هو ده الجرين إيكونومي. اقتصاد أخضر، اقتصاد أخضر يشمل أربع أنشطة أساسيين، وهو الوسيله الوحيده، وده ما اقرته الامم المتحده، الوسيله الوحيده لتحقيق التنميه المستدامه او افضل وسيله، اللي هو التحول لنظام الاقتصادي الاخضر. النظام الاقتصادي الاخضر هو اربع حاجات اساسيين جدا. اول حاجه جميع انشطه ازاي اقلل انبعاثات الكربون بقدر الامكان من اي نشاط. ثاني حاجه يضاف ليها بلس تعظيم كفاءه استخدام الموارد، يعني كل مورد ازاي اقلل استهلاكه واحقق نفس الاوتبوت. ثالث حاجه العداله الاجتماعيه. بعد مهم جدا لو حضرتك المنطقه العربيه احنا عندنا مصيبه كبيره، احنا داخلين احنا عايزين نامن 50 مليون وظيفه خلال السنوات القادمه، ولا يوجد في مشكله عندنا بنواجهها عدم ربط بين راس المال البشري والنظام الاقتصادي. عندنا مشروعات عظيمه لكن ليس كثيفه العمل طبعا للاسف، طبيعه الحال التكنولوجيا متقدمه كمان، حتى المخرجات العمليه التعليميه لا تتناسب مع مش السوق بالظبط، لحتى يا فندم حتى المشروعات التكنولوجيا هي ظاهره جديده خلاص. فانت النهارده عايز تعيد خريطه النظام الاقتصادي ان انت تاهيل وتخلق مشروعات كثيفه العماله، لان مشكله المنطقه العربيه كلها بما احنا فيهم انت اكثر عندك اكثر من 60% شباب. فانت عندك طاقه بشريه مرعبه تاكيد، وده معناها ايه؟ في انجاب زياده قادم، في بيوت زياده تتفتح، في كهرباء، في طاقه، في غذاء، ما هو غير الدول طبعا، غير الدول العجوزه توفر للناس دي الحاجات دي كلها. الدول العجوزه هي مش محتاجه ديماند، يعني انت عندك طلب رهيب على كل الموارد. فاذا ما كنتش هتربط الكلام ده دي اسمها عداله اجتماعيه طبعا. يبقى لازم ناخد بالنا البعد الاجتماعي مهم جدا، ويضاف ليها العداله البيئيه. العداله البيئيه تقرا عداله اجتماعيه، يعني ايه العداله البيئيه؟ يعني العداله البيئيه يقصد بيها ان جميع المواطنين لهم الحق اولا المشاركه في الحفاظ على البيئه، ولهم الحق في حياه بيئيه كريمه. ما ينفعش ناس عايشه في الزباله وناس عايشه في ارقى احياء. لازم في تقارب، احنا مش هنقول الدنيا ما ينفعش ناس عايشه في حي كله اشجار وحاجه جميله وهواء وورد، وناس قاعده بقى ما بين في مصانع ومسارح واماكن ملوثه. ده دي مشكله. فعشان كده دي قصه للاقتصاد بيتكلم عن الاخضر، اللي هو هذه الاربع محاور: عداله بيئيه، عداله اجتماعيه، تعظيم موارد، خفض انبعاثات الكربون. فبالتالي تيجي تقول الكلام ده هي ده الاقتصاد الاخضر، هتلاقي كل اللي بنتكلم فيه طاقه متجدده، تشجير، تحسين كفاءه، فهو ده الذي يؤدي الى نظام الاقتصاد الاخضر. دكتور خليني بس في سؤال كده ملح عليا لكن هقوله لحضرتك، بس خلينا اتكلم في مساله ان مصر كانت بوابه افريقيا وكانت ممثله لافريقيا في مؤتمر المناخ في باريس في وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني وهنا اتكلم على مصر كبوابه لهذه المبادره الكريمه من سمو ولي العهد الملكي محمد بن سلمان. شوف حضرتك، عشان نحقق الكلام ده، وده دايما بيقول في لقاءاتنا، لن يتحقق النظام الاقتصادي الاخضر اللي بيطمح فيه سواء القياده السياسيه في السعوديه او مصر غير بالتكامل والترابط بين الدول العربيه والدول الافريقيه. مفيش دوله تقول لوحدها تبقى جرين، مش هيحصل. ليه؟ لان الجرين محتاج مشروعات عملاقه، والمشروعات مش تنجح. على سبيل المثال لا الحصر، عشان اصنع مثلا هصنع الخلايا الشمسيه اللي هي بتعمل اهم حته، بتحول مقاييس العالم زي الصين ما بتعمل. ما ينفعش مصر ما تستوعبهاش، لازم عايز دول الخليج تشتري مني، عايز دول افريقيا تشتري مني، يبقى انا عندي مصنع اقليمي، عندي مصنع شغال وعندي تمام. السيارة الكهرباء، ما برضه النقل الكهربائي ده برضه تحسين كفاءه واقتصاد اخضر والغاز كبدايه، يعني بدايه السؤال الاساسي الكهرباء، الترند اللي جاي كله كهرباء. ده بيقول لك الغاز مرحله انتقاليه بالتأكيد، وليس مرحله نهائيه، بس ارحم من البنزين بالتاكيد، لان البنزين يستطيع الغاز احسن ومتحت تقدير. احنا البنزين بنستورده، ما عندناش محطات تكفي بالتاكيد، محطات تكرير كافي، احنا سايبين بين في بين. المهم فحضرتك يبقى المشكله ان الدول دي لازم تتكامل، واهم حاجه في المبادره بصراحه تكامل الدول. انت عارف حضرتك لك تتخيل نسبه التجاره البينيه بيننا وبين الدول العربيه قد ايه؟ 8% فقط. يعني حجم التجاره البينيه 8% ده رقم ضئيل، يعني ما نحتاجه 2% بنجيبه من بره و 8% فقط بنجيبه من الدول العربيه او بنجيبه مننا. لا احنا محتاجين نعظم، يعني انا كان نفسي برضه بنضيف على هذه المبادره كيف تعظم الدول العربيه التجاره البينيه بينها.
ده يعتبر بعتبر ده صليب الاقتصاد الاخضر، لانه لما عظم التجاره بينا بخلق فرص عمل، بحسن الاقتصاد، وبالتالي هنا قدرت اتحرك في السوشيال جاست او الاداه الاجتماعيه اللي احنا بنطمح تحققها. طبعا هتحققها ازاي؟ لازم يكون عندي تجاره بينيه، وبقولها من دلوقتي بنضيفها، ده احد بنود المبادره الدرج من القياده الاساسيه، تعظيم التجاره البينيه، وبحسب ملف ما حدش بيتكلم فيه مش عارف ليه، تعظيم التجاره بينا وبين الدول العربيه والدول الافريقيه. احنا 8% بس رقم محزن، 8% رقم يا جماعه ليه يا جماعه؟ رغم ان يعني تعقيبا على كلمه الدكتور وضيف الدكتور محمد كفافي في مساله التجاره البينيه بين الدول العربيه وافريقيا، التجمعات الدوليه دلوقتي كلها تتمنى، يعني لو شفنا الصين تجمع في افريقيا ولها مصالح كثيره في افريقيا، اوروبا، المانيا وفرنسا وايطاليا، يعني لان افريقيا هي المورد الرئيسي للماده الخام التي يتم استغلالها خارجيا، ثم تعود مره اخرى باسعار تنافسيه واسعار كبيره لدول افريقيا. يعني للاسف يعني حضرتك ضيف حاجه مهمه زي حضرتك قلت فضلت. احنا بنقول لو احنا فعلا يعني مشكوره الدول العربيه ساعات بتمتص، يعني دول الخليج عندها بتبقى بعض العلاقات السياسيه الجيده بياخدوا مننا عماله، يعني الفلوس بتاخد مننا عماله، عايز تاخد مني بضاعه، انا عايز عماله عندي، يعني زي الصين، يعني الصين بتصدر عماله، الصين بتصدر بضائع للعالم كله. فاذا اللي انا اقصده هنا ان الاقتصاد هينتعش مش ان انا عندي فقط عماله تخرج بره، لا، انا عندي انتاج سلع وخدمات بصدرها للدول الاخرى، فهو ده اللي هيعظم. عشان يعني زي معلش النهارده حضراتكم بنقدر نبني، النهارده في مصنع بيبني مصر للسيارات، بيعمل مصنع المركبه الكهربائيه، المركبه الكهربائيه بتقدر تتنقل حضراتكم، محتاجه كميه، لازم انتاج حدد معين عشان تقدر تغطي احتياجات المصنع ده. فمصنع المركبه الكهربائيه مش هينجح، السيارات الكهربائيه اذا لا يوجد السوق المصري لانك فيها، عشان يعني النهارده مصر للسيارات بتعمل المركبه الكهربائيه بتاع العربيه الكهرباء، لم يكفي السوق المصري، هطلع كام عربيه؟ 100 200 يا فندم، ده رقم تخيل صناعه. عشان كده الناس بتقول لك ايه؟ هي احنا ما مش عارفين نعمل عربيه، ده احنا عملنا على فكره فهمت، احنا عملنا العربيه الرمسيس من 1965 ولا 70. طب ايه اللي حصل؟ ما عندناش طلبات عاليه، السوق ما بيستوعبش. تمام دكتور، خليني اتكلم يعني السؤال يعني الملح الان، ان مساله الاقتصاد الاخضر بقت مسألة ليست رفاهية، مسألة ملحة، يعني ملحة لأن تأثيرها الغير مباشر كبير. يمكن كلنا بنعاني، العالم كله بيعاني من جائحة كورونا اللي يعني أصيب بالملايين وتوفى حوالي 2 مليون على مستوى العالم يعني، ولكن التلوث ممكن يصيب أعداد أكبر بكثير جدا. تمام جدا، فأنا أتكلم على أنها ليست رفاهية، والأمر يتطلب ثقافة أنك يعني الناس عادي جدا انها تزرع شجره عشان تعمل اي حاجه فيها طوب او سور، او هنا ثقافه المواطن باهميه الشجره. يمكن هذه الثقافه بنشوفها في بلدنا في الفلاحين، يعني مساله الخضار ده مساله مهمه. والله يا فندم انا دايما بقول يعني الثقافه ساعات بتنشا بالقانون. كان فتره كبيره كانت طلعت وزاره البيئه وكان في قانون اصدرت ان من يقطع شجره يتم توقيع عليها عقوبة. مسألة تطبيق القانون نفسه ده أهم، دي المشكلة. فبحكي عشان بس أقول الثقافات بتتغير بالقوانين وبرضه بالمشروعات. يعني المشروع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، البدرة دي بدرة عظيمة جدا إن شاء الله يا رب، زي ما حكينا حققنا منها 10%، ده بقى إنجاز عظيم قوي. يعني هو بيستهدف زراعة 50 مليار شجرة. طب يا ريت نعمل 300 مليون شجرة، بحكي احنا لو رفعنا مستوى الشجر عندنا و300 مليون زيهم في السعودية ونحافظ عليهم، ده إنجاز. وزي ما حكينا لو احنا فعلا قدرنا نتحول خلال 10 سنين القادمة ل 50 فئه تقدم، ده رقم انجاز عظيم هيقلب مقاييس. وانا رغم ان انا مؤمن بشيء، مصر قادره، وبقول من هذا المنبر مسؤول عنه ومسؤول يا كابتن، مصر قادره خلال 10 سنين ان شاء الله يا رب تتحول 100% طاقه متجدده وطاقه مخلفات. خاصه احنا ربنا انعم علينا مساله الشمس والرياح والمخلفات. ده الصين بتشتري مخلفات الدول. بقول لحضرتك دول ما ثلاث مصادر الطاقه المتجدده وطاقه المخلفات وكفاءة الطاقة، احنا عندنا مشكلة تدني في كفاءة الطاقة، دي برضه مهم جدا. الناس برضه على فكرة الاقتصاد الأخضر مش مجرد بس إن أنا أربع لون وبتاع لا ولا طاقة ولا ناس بس تكلفة عالية وخلاص بالعكس مرتبط بكده، إن أنا أصين العربيات، إن أنا ما أسمحش باستيراد المستعمل، إن أنا أقلل العادم، إن أنا أقلل الانبعاثات الكربونية عملية الإهلاك للسيارات المتقدمة دي ده شيء عظيم. إن أنا أمنع الاستيراد المصانع القديمة
الغرب مش اهبل على فكره. الانتاج اللي بيبعته طبعا الغرب مش عبيط. اوعى تخلي المواطن الاجنبي ساذج ان هو بيروح يبقى لك مصنع شغال بوزنه. لا هم عارفين ان الاثر البيئي والخسائر البيئيه اللي هيأديها هذا المصنع بعد العمر ده هيكلفها كام سنه. لان هو في قوانين ينافت البيئه بيحسبها يا فندم. بيحسب حسبها خسائر بيئيه. المنطقه العربيه خسائرها البيئيه بتتجاوز ال 200 مليار دولار سنويا. الارقام دي احنا مش بنحسها. دكتور محمد خلينا اقول ان هذه المبادره تتطلب ان يعني الاعلام كل دور ودور توعوي هام جدا في اهميه هذه المبادره ليست من الناحيه الاقتصاديه فقط يعني ولكن حتى من الناحيه الانسانيه. حتى الواحد دايما يسعد لما يروح الريف يلاقي الخضار نفسيا بترتاح يعني بيعمل لك مود بلا شك. فنان عايز اتكلم بقى على تاثيرها والصحه والحياه والدنيا وكل وحاجات كتيره قوي. بلا شك طبعا نجاح اي مشروع هو الاتصال الفعال بين جميع اطرافه. ما ينفعش كده. فهو ده هيتم من خلال ايه؟ من خلال القوى الناعمه. يعني طبعا القوى الناعمه اللي هي الميديا بكل انواعها سواء ميديا الكترونيه او ايا كان انواع التواصل وانواع الميديا. طبعا ده اصبح هام جدا جدا في المرحله الحاليه وده اللي بيخلق الوعي والوجدان. بالعكس طبعا المبادره لازم يكون على التوازي منها جميع شبكات الاعلام هتتكلم فيها ولو حق انا شايف ان الكلام ده بس عايزين استمراريه بقى مش عايزين مجرد موضه نتكلم يومين ثلاثه فيها. لا هي عايزين شبه يوميا بالحق بقى ذات حضر ناخدت حركة كتير وعملت صدى كويس بيبقى وقت وبعدين مش ما انا مش عايز بص يا فندم الاداء بيقول من هذا المنبر استمر. احنا لا لسه محتاجين مبادرات. احنا محتاجين برنامج قومي برنامج قومي مش مبادره. مبادره فكره عظيمه وده الحق بيقول المبادره تتحول الى برنامج قومي لضمان استدامته. بدل احنا كده على التنميه المستدامه احنا محتاجين برنامج مستدام يعني حاجه مستمره. نعمل النهارده ايه؟ نعمل مشروع لمده 20 سنه او نقسمه على 20 مرحله يبقى في تحقيق الاهداف بالنتائج. مرحله عملنا كذا عملنا كذا لكن عايزين نعمل وعايزين نعمل وعايزين برضه بضيف حاجه. هذا الكلام اللي كيف من هذا الملف ده مسؤوليه جميع وزارات الدوله والمجتمع المدني والقطاع الخاص مش مسؤوليه جهه. ما حدش يقول دي مسؤوليه وزاره البيئه مسؤوليه رئاسه الوزراء مسؤوليه جميع وزارات الدوله مسؤوليه القطاع الخاص المجتمع المدني كلنا مسؤولين عن نجاح هذا البرنامج. اشكال البرنامج قومي وليس برنامج وليس مبادره فقط. برنامج قومي وليس يعني وبنتكلم على برنامج قومي يعني لابد ان يشارك فيه الجميع. وهنا زي ما قال يعني ضيفي الكبير الدكتور محمد كفافي المثلث اللي قال عليه دوله مسؤولين مجتمع مدني قطاع خاص قطاع خاص الشباب هو ده هو ده هو ده خاص الشباب بقى ودوره في المساهمه في تنفيذ هذه المبادره لان الشباب ده هو اللي هيروح وهو اللي هيزرع ويبقى في الحماس بما يفيد الدوله المصريه او المجتمع. مهم جدا بحكي احنا عندنا مشكله. اولا احنا مش بنعاني على فكره السعوديه مش شوف السعوديه رغم القوه الاقتصاديه عندها 15% بطاله دي الارقام الرسميه بس البطاله هناك لا يعني ما بس ما بيشتغلوش في 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 مهن معينه يا فندم في الاخر بطاله في الاخر عندهم شباب ما بتشتغلش تمام. واحنا عندنا نفس المشكله. المشكله النهارده هذه الارقام المشروعات اللي بنتكلم فيها كل اساس الاقتصاد الاخضر مبني عشان بعد الاجتماعي اللي هو مشروعات كثيفه العماله يجب ربط راس المال البشري بالراس المال الاقتصادي. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت راس المال البشري يرتبط بايه؟ مش مجرد انا هشغلهم ما زالت المشكله مش تشغيل انا مش هكون مش هدي كل واحد فاس ويشتغل بيه. ده انا عايز تعليم يحقق احتياجات العمل وعلى الشورت ران وتعليم سريع. وده اللي سريع ايه من فايز المنبر؟ التدريب التحويلي. انا بدل مش عايز ادخل طالب كليه قاعد 4 سنين لا انا بعمل تدريب تحويلي. تدريب تحويلي يشوف بيه ايه؟ في معينين في وزاره الزراعه مش تحت بند التشغيل ده من زمان قوي. التدريب التحويلي ده احد اجراءات الاقتصاد الاخضر ان انا اقول ايه؟ هشوف كل المتخصصات اللي هي مالهاش سوق عمل دلوقتي وبديهم تدريبات مكثفه لمده 6 شهور اقدر اطلعه معاه دبلومه محتاجها في تخصص معين سوق عمل محتاجها. من الامور الهامه جدا واللي يعني ان شاء الله لما تنتهي هذه المساله سوف يتحول شكل الدوله المصريه تماما. مبادره السيد الرئيس في تبطين يعني افتكر يعني مساله المصارف والترع والشكل اللي هيتغير به القرى والنجوع والريف المصري
بعد هذه المغادرة؟ لأن احنا كلنا عارفين الترعة دي كانت مصادر التلوث وصرف و اتكلم على تبطيل وتكلفة عالية جدا، مكلفة 20 تريليون جنيه مصري. المغادرة دي هل تخدم في هذا السياق، سياق الاقتصاد الأخضر؟ نخدم طبعا، ده يعتبر سياق الاقتصاد الأخضر. أي نشاط أو أي مشروعات هتنمي المجتمع، هتحافظ على الصحة، هتحسن جودة الحياة، هو ده الاقتصاد الأخضر. سيبنا مش مهم على فكرة، مش لازم المسمى يبقى أخضر بالظبط كده، مش لازم المسمى ده مجرد عنوان عام، لكن أحد كثيرة ده نظام اقتصادي على فكرة، هو اقتصاد كامل متكامل. الغرض على فكرة الشفافية، طب حاجة الشمول المالي، الدولة اتجهت غير الدولة تحويل كل التعاملات المالية بقدر الإمكان تدريجية التعاملات الإلكترونية. هو الغرض منها إيه؟ هو عايز يحول بقدر الإمكان الاقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي. يدخل بقى، يدخل يعني، ده بيقولك ارقام مهوله، يمكن نتكلم في حاجه تلتين او ستين بالظبط كده. ده جرين ايكونومي بره الاقتصاد الاخضر برضه، ان انا ابدا يعني. فاذا هو يوم كل ما هو ينمي المجتمع، يعظم الناتج القومي، يخلق فرص عمل، يحافظ على الصحه، ده اقتصاد اخضر. تمام. يمكن برضه الدوله المصريه يعني في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت خطوات كثيره جدا ومتعدده، وده يمكن اللي بيميز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو لما بيبقى في فكر لصالح الدوله المصريه على طول بنشوفه بيتنفذ، ويتنفذ بشكل كامل. وشفنا كتير مشروعات ما كناش نسمع عنها، ولكن شفناها يتم افتتاحها. يعني مش نضع حجر الاساس ونقعد لنا 3 4 سنين والحجر يشال ويجيبوا حجر تاني وكده يعني. وانا عايز اتكلم على مساله هامه جدا، هي مساله ال يعني، واحنا كمان بنتكلم على مساله تدبيش وتغطيه المصارف، المحميات الطبيعيه، وكانت مبادره لوزاره البيئه في مساله الحفاظ على المحميات الطبيعيه في مصر، واسم محمد وسيوة وأماكن كثيرة جدا يعني. ده يا فندم، ده التوازن البيئي بيقول عليه النهارده، مش ما ينفعش كل حاجة استخدمها واعملها منتجعات، دي مصيبة. هيحصل خلل بيئي، احنا مش ناقصين، ده احنا بنحاول نستعيد المحميات الطبيعية لتقليل الأثر البيئي، وبالتالي يحصل زي ما قلت لحضرتك بنطمح يعني. لكن تخيل الناس بتطمح ليه؟ نرجع 100 سنة للخلف في استهلاك الموارد بجد والله، ده الطموح اللي ايوه هو ده اللي حصل. هو الانسان في اخر 100 سنه حصل شراهه رهيبه، ومش مصر، العالم كله شراهه في استخدام الموارد واهدار البيئه من اجل صنع المال. فاحنا بنطمح في ايه؟ كل على فكره يا كابتن خالد الكويت، احنا كل طموحاتنا دلوقتي ازاي نعمل تكنولوجيات حديثه ترجعنا 100 سنه ورا، بمعنى تستهلك موارد اللي كنا بنستهلكها من 100 سنه. طبعا دي مش طبعا معادله صعبه جدا، لان عدد السكان تضاعف، تضاعف مش تضاعف بس تضاعف 4 أضعاف بالتاكيد. فطبعا الموارد قليله قوي والرفاهيه زادت، تمام. فطبعا بقت معادله معقده جدا، فده يعني ده التارجت اللي بنحاول نوصل له. تمام. خليني يعني برضو عايز اتكلم على التغيرات المناخيه والدور بقى الاحتباس الحراري اللي بنعاني منه كلنا يعني خلال مش عايز اقول 10 سنوات الماضيه. الصيف لا بقى صيف، والشتاء ولا بقى شتاء، وكل يوم في 4 فصول الصبح يعني. الصبح تلاقي برد، الظهر تلاقي حر، بعد كده تلاقي تراب وعفو، بعد كده تلاقي برد تاني. مساله التغيرات المناخيه والحفاظ على الشكل البيئي والشكل المناخي للعالم مع هذه المبادرات. لما كنا فعلا بنتكلم من 20 سنه عن الكلام ده، الناس ما كانتش حاسه بيه. النهارده لا، فعلا زي حضرتك اتفضلت وقلت، لا بقت واضحه قوي. لا بقى في شتاء، ولا بقى في صيف، ولا بقى في ملخبط على بعض بالظبط. خلاص بقى، وده معناه ايه؟ تغير النظام. انت متغير النظام الطبيعي، الزراعه بتبوظ، الصحه تزداد، بتلخبط، الجراثيم والفيروسات بتزيد، فطبعا بيبقى في خلل، في خلل طبعا في المرض. فبالتالي النهارده ده اساس النظام. عشان تلاقي حضرتك قلت لك ايه يا حضرتك؟ الحمد لله كورونا علمت العالم درس قاسي، يا جماعه البيئه مش رفاهيه. لما يعني كنا بنقعد مش كده، لا لازم، فخلاص ان هو التحول، الحفاظ على البيئه بكل هذه المبادرات، سواء التشجير، سواء الطاقه المتجدده، سواء النقل الكهربائي، سواء تدوير المخلفات، كل هذه المشروعات وغيرها بتقدر تحاول تقلل الانبعاثات البيئيه، تحاول تعيد الكوكب الارض كما كان، يبدا الامور تظبط ان شاء الله يا رب، لان اللي جاي ما ينفعش استمر بهذا المحصل. اخيرا السؤال، هذه المبادره الكريمه من سمو ولي العهد الملكي الامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكه العربيه السعوديه، ودورها في تغيير شكل المنطقه بعد هذه المبادره؟ يعني طبعا بصراحه يعني فكر عظيم وفكر رائع، انه بتفكر مش بيفكر انديفيدوال، وطبعا ده كان حلمنا ان احنا نتحول فعلا شرق اوسط اخضر، لان احنا قادرين، عندنا جميع الموارد اللي تتحول. عندنا زي حضرتك، احنا ده الشمس لوحدها عندنا تكفي من طلع بيها تكفي العالم دايما بالطاقه، الشمس فقط. يعني لك تخيل مصدر الشمس فقط اللي بيسقط
على الوطن العربي ده نقدر يكفينا كهرباء ويمد العالم كله كهرباء بالطاقه. يعني احنا ممكن يعني تخيل حضرتك يعني لو صنعنا خلايا شمسيه وطنيه بهذه المساحات غرقنا العالم كله كهرباء. فانت بتتكلم في فكر يعني ان شاء الله ربنا يحقق ان شاء الله نسبه 20% منهم هيقلب المقاييس الانطاقيه العربيه باذن الله. نورتنا يا دكتور. اشكرك يا فندم. كل الشكر والتقدير لضيفي الكبير الدكتور محمد كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الاخضر وكبير مستشار الطاقة بالصندوق العالمي للتنمية بالأمم المتحدة ورئيس لجنة الاقتصاد الأخضر بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية. كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من برنامج حوار اليوم. بشكرك شكرا جزيلا وشكر زملائي في استوديو 2 وشكر فريق عمل حوار اليوم لهذا اليوم وشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. فكم أنا إيهاب اللوندي على خير. إلى اللقاء.